السلام عليكم يا جماعة. في الجزء ده إن شاء الله هو الجزء الثاني من محاضرة السورس روت، أو في الجزء ده من المحاضرة هنتكلم على التريتمنت للسورس روت أو التهاب الحلق. طبعًا إحنا لو كنا بنتكلم مثلًا، طبعًا عرفنا الأسباب بتاع السورس روت، قلنا فيها أسباب لأما فيرال إنفكشن اللي هو مثلًا 70-90%، لأما بكتيريال إنفكشن اللي هي ستريبتوكوكس، لأما بنتكلم على السبب الآخر اللي هو الجلاندولار فيفر أو الإبستين بار فيروس اللي تسبب الجلاندولار فيفر. فالاول والثالث التريتمنت بتاعتهم طبعا احنا عارفين ان هو ده فايرال انفكشن، الجزء في النص اللي هو البكتيريال، فبدي التريتمنت اللي هو سواء كان الجلاندولار فيفر حصل منها سكندري بكتيريال انفكشن اللي هو ستريبتوكوكس وبدي مثلا بنسلين او بدي ريسترومايسين، او هو بكتيريال انفكشن ستريبتوكوكس وبدي برضو بنسلين او اخوات البنسلين و ريسترومايسين. ده بالنسبه لي كتريتمنت اساسي. في حاجات بقى اللي هي الحاجات بيسموها الاديتيف او الحاجات المكمله بالنسبه لي، اللي هي مثلا الماوس ووشز، اللو زينجس اللي هي المستحلبات او المستحضرات اللي هي بتطهر الزور، او بدي حاجات انالجيزك او انتي بايوتيك بتدي اكشن انالجيزك او يعني يقلل الالم اللي موجود عندي. ففي عندي كذا مستحضر موجود بالنسبه لي. اول حاجه بالنسبه لي بستعملها اللي هي اللوكال انستيزيا او اللوكال انستيتكس اللي هي المخدرات الموضعيه، اشهرهم طبعا الليروكاين والبنزوكاين، موجودين في منتجات كبيره جدا موجوده في السوق. بس اول حاجه بقول لك في التريتمنت، انا بالنسبه لي الماجوريتي بتاع يعني اغلب اسباب السورس روت بتكون فايرال انفكشن، فبتكون سيلف ليميتنج. فاول تريتمنت اللي قلنا اللوكال انستيزيا اللي هي او اللوكال انستيتكس اللي هي الليدوكاين والبنزوكاين، ده موجود على هيئه لوزنجس اللي هي مستحلبات، او موجود على هيئه سبراي اللي هي يعني سبريهات موجوده. دي ليها اثار جانبيه قليله، وممكن كمان تستعمل في بريجننت وومن، تستعمل في البريست فيدنج وومن المراه المرضعه والحامل، مفيش اي مشكله. ممكن بس في يعني نسبه قليله من البيشنت بيحصل لهم هايبر سنسيتيفيتي رياكشن منها، وغالبا بتكون اكتر مع البنزوكاين مش مع الليدوكاين. طبعا اغلب المنتجات دي بتكون دونت كونتين او دو يعني كونتين شوجر بيس، بس بكميه يعني شوجر قليله، ما يوديش طبعا المشاكل مع الناس اللي عندهم دايابيتس او اللي هم دايابيتك بيشنتس، فعادي ممكن توصف للبيشنت اللي عندهم دايابيتس بدون ادنى مشكله. يبقى البريست فيدنج للبريجننت او حتى البيشنت اللي عندهم دايابيتس ما فيش ادنى مشكله من استعمال اللوكال انستيتكس. الموجود على هيئه تو يعني السبريهات دي موجوده في السوق يعني بتركيزين، يا اما 0.5% يا اما 2%، يعني يا اما 5% يا اما 2% تركيز. بس بيقول لك ان هو يعني التركيز الاقل اللي هو 5% ده يستعمل بتوين 6 تو 10 تايمز في الدي، ممكن يستعمل من 6 ل 10 مرات في اليوم بدون ادنى مشكله. التركيز الاعلى اللي هو 2% ده يستعمل 6 تايمز بير دي، ماكسيمم يوز او الاستعمال الاقصى بيكون 6 مرات في اليوم. اما بالنسبه للتركيز الاقل اللي هو 5% ممكن استعمله من 6 الى 10 مرات يوميا بدون ادنى مشكله. البنزوكاين ممكن يتعطي للاطفال، يعني ده الفرق بينه وبين الليدوكاين، بي على هيئه لو جينزس يعني على هيئه مستحلبات او سبري فورميليشن، ممكن يستعمل للاطفال. يبقى البنزوكاين في الاكشن بتاعه هو اكتر امانا ويستعمل للاطفال، هي بس مشكلته في الهايبر سنسيتيف رياكشن بتحصل اكثر مع البنزوكاين. فممكن مستحلب يعني او مستحلبات اللي هي الجينزس للبنزوكاين تستعمل من عمر 3 سنوات بدون ادنى مشكله. يعني فده اكتر يعني اكتر الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها. الاطفال بتكون ليهم فورميليشن ثانيه اللي هو 0.71% او 1.5%، ده يعني سبري موجود يعني او تركيزات موجوده. فالملخص الكلام للاستعمال اللوكال انستيزيا مفيش منه مشاكل، استعمله البريجننت، استعمله للبريست فيدنج، استعمله للدايابيتس، استعمله للاطفال البنزوكاين، ومفيش ادنى مشكله في تركيزات منهم اللي هو 0.5% بالنسبه للليدوكاين او 2%، وده بيستعمل 6 ل 10 مرات وده يستعمل ماكسيمم 6 مرات. ايه البنزوكاين في منه مستحضرات للاطفال بتكون تركيزاتها 0.71% او 1.5%
بيرسنت، وديت يستعمل الاطفال من سن 3 سنوات بدون مشكله، سواء كان لوجينجس يعني مستحلبات او سواء كانت اسبريهات. ده بالنسبه للوكال انستيزيا، ده كجزء من الجزء اللي احنا بنتكلم عنه. تاني تريتمنت بنتكلم على انتي بكتيريال اند انتي فانجال ايجنتس موسوشس، اللي هي موجوده على هيئه غسولات الفم، زي الكلوروكسيدين، زي التايرو سيريسين، زي الدي كوالينيوم كلورايد، زي البنزالكونيوم كلورايد، يعني الكلوروكسيدين او التايرو سيريسين او الدي كوالينيوم كلورايد او البنزالكونيوم كلورايد، كل دي هي انتي بكتيريال وانتي فانجال ايجنت. بنتكلم على ان طبعا الاسباب كلها بتاعت السور سرور بتكون غالبا فيرال انفكشن، فالحاجات دي طبعا يعني ما يستحسنش ان هي توصل باستمرار، لان طبعا ما لهاش انتي فيرال اكتيفيتي، بس هي بتستعمل بصوره كبيره، اي حد عنده احتقان زور بيستعملها، بس ما توصفهاش بصوره كبيره، لان طبعا انت عرفت ان السبب الرئيسي بالنسبه لك هو فيرال انفكشن الكوز بتاع السور سرور، فاستعمال انتي فانجل او انتي بكتيريال ماوس ووشز مش مستحب او مش ريكومندد بالنسبه لي. طيب تالت حاجه يا جماعه الانتي انفلاماتوري اللي هو البنزيدامين او الفلوربايبروفين، ده عباره عن سبريهات موجوده برده او ماوس ووشز، يعني موجوده في السوق كانتي انفلاماتوري على هيئه سبراي او على هيئه برده غسول فم. ليهم اكشن ممتاز جدا، وكمان بيستحسن او يستحبوا اكتر من اللوكال انستيزيا، لان اللوكال انستيزيا او التخدير الموضعي ما في اشخاص ما بيبقاش مستحبين او اش يعني ما يكونوش مستحبين او حابينه اكتر. فالانتي انفلاماتوري سيبيريور اللي هو البنزيدامين او الفلور بايبروفين اكتر من اللوكال انستيزيا كمان في استعمالها. ملوش اي دراج دراج انتر اكشن، يستعمل في الاطفال اكتر من 12 سنه، ومن ممكن يستعمل كل ساعة ونص أو كل 3 ساعات، يعني هيئة مستحلب، هو موجود على هيئة مستحلب أو غسول، ممكن يستعمل يعني كل ساعتين أو كل 3 ساعات يوميا، يعني مفيش أدنى مشكلة بالنسبة له، يعني ممكن يستعمل 10 مرات يوميا بدون أدنى مشكلة. يعني ده يعني قلنا السن بالنسبة للاستعمال هو 12 سنة فما فوق. في عندي حاجه اسمها فلور بايبروفين لوجينزس، اللي هي عباره عن مستحلبات من الفلور بايبروفين، وديت تستعمل برده من سن 12 سنه، وممكن استعملها كل 3 ل 6 ساعات، يعني ساكنج يعني امتصاص او اسف يعني تمص عن طريق الفم، فديت بتعمل افكت كويس جدا، ما فيهاش اي بريكوشن برده الا اذا كان البيشنت عنده جوتك السر مثلا، او يعني مشاكل في قرحة معدة، ده بيعمل مشكلة برضو، بيستعمل بكوشن كبير جدا مع البريجننت ومع البريست فيدنج، يبقى انا لو في بريجننت او بريست فيدنج ممكن ادي اللوكال انستيزيا، ما اديش الفلور بايبروفين لوزنجس او مستحلبات. اخر حاجة يا جماعة الانالجيزكس، اللي هي زي الباراسيتامول او الاسبرين او الابروفين، وقلنا ان الاسبرين في الاطفال اقل من 12 سنه لا يستعمل خالص عشان الري سندروم اللي احنا اتكلمنا عنه. الباراسيتامول الايبوبروفين مفيش مشاكل بين استعماله عشان يقلل البين اللي هو اسوشيتد مع السور سروط، او ممكن استعمال الفلور بايبروفين لوجينجس اللي هي عباره عن مستحلبات فلور بايبروفين للاطفال اكتر من 12 سنه. ده التريتمنت اساسا يا جماعه اللي احنا اتكلمنا عنه، او ديت الحاجات اللي ممكن تستعمل للسور سروط، اللي هي غالبا بتكون بتتراوح بين ماوس ووشز وما بين مسكنات للالم وما بين انستيتكس او حاجات تؤدي الى لوكال انستيزيا او تخدير موضعي في المنطقه ديت، فيقلل البين، وده اللي احنا اتكلمنا عنه في الجزء ده. وكده ان شاء الله رب العالمين يكون خلصت الجزء بتاع السور سروط. لازم اعرف اسال طبعا الاسئله اللي احنا اتكلمنا عنها، اسئله اللي انا اسالها الايتش، وقلنا كل ايتش منهم ليه انديكيشن معين، هل في سوال في السيرفايكال لينف نود ولا لا، وهل في السر ولا عباره عن بصمه موجود في التونسل او الفارنجس او الفارنجس. دول الاسئله اللي انا بسالها. بالنسبه لي عرفنا الاسباب، اول سبب قلنا 70-90% هي فيرال انفكشن، ثاني سبب يجي بعديها الستريبتوكوكس، ثالث حاجه الجلاندولا فيفر اللي بتعمل ايبستين بار فيروس، واتكلمنا على
كل واحد وكل انديكيشن منهم وكل عرض وكل تريتمنت اقدر اتكلم عنه. اتمنى في نهايه الجزء ده نهايه الجزء بتاع الريسبيراتوري، اتمنى الكومن النس الموجوده في الريسبيراتوري تكون اتهضمت كويس وقت الذاكر كويس. عندي الوقت بتكلم على الكومن كولد، بتكلم على الالرجيك راينايتس، بتكلم على الكوف، وبتكلم على السور ثروت. دول اربعه ديزيزز من الديزيزز الشائعه الحدوث بتشوفها كتير جدا جدا في الكوميونتي فارماسي او في صيدليه المجتمع. اتمنى تكون عندنا بيس كويسه دلوقتي للتعامل مع المرضى من هذه الحالات، ازاي اعمل ريكوردنج للحاله، ازاي ابدا اسال اسئله معينه تؤدي لي الى هدف معين احقق منه ان انا شخصت الكيسه، وابدا اشوف بقى انا هعمل ايه، هبدا اتعامل معاها لو كان في حدود التعامل بتاعي، ولا نقدر اعمل ريفير لو لا قدر الله الكوز كبير او السبب كبير. شكرا جزيلا، وده نهايه جزء ان شاء الله الريسبيراتوري سيستم او الكومن إلنس الموجوده في الريسبيراتوري. اتمنى تكون استفدتوا يا جماعه، وشكرا جزيلا.